السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. محافظة عراقية تستعيد نحو مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية. استعادت هيئة الحماية الاجتماعية في بابل ما يقرب من مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الرعاية، وقال مدير قسم الرجال في الهيئة حيدر كامل في حديث لصحيفة الصباح الرسمية أن المتجاوزين منهم من تم تعيينهم ولم يبلغ بقرار تعيينه واستمر بتسلم راتبين، ومنهم من يملكون سيارات فوق موديل 2011 ما يعد مخالفة وتعارضا مع خط الفقر. وأضاف أن الهيئة وقفت الرواتب واحتسبت مدة المخالفة وقيمة المبالغ المستلمة، حيث يفترض على المتجاوز أن يسدد ما بذمته خلال مدة 6 أشهر، وفي حال تخلفه تتخذ ضده الإجراءات القانونية المتمثلة بحالته للمحاكم المختصة. وأوضح أن الهيئة لديها صلاحيات لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتجاوزين لحين تسديد ما بذمتهم أي تجاوز عددهم 250، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الاستقطاعات أيضا من 4000 متجاوز خلال الأعوام السابقة عن طريق أقساط شهرية.